حرية أنا أعيش في بلدي بأمان وعيالي يتعلموا كويس ونعيش عيشة محترمة، دي جزء من الحرية. إن الواحد يراعي حريات الناس قبل ما يراعي حريته، لو رأيت حريتك أنت تراعي حريتي. من وجهة نظري أن الحرية دي لم تضر غير. الحرية إن أنا أبقى حرة بحيث ما أضرش غيري. دي معنى الحرية، حريتي تقف عند إضرار بالآخر. الحرية للإنسان العاقل اللي يعرف اللي ليه واللي عليه. زي بره. الحريه الشخصيه اللي انا اقدر ان انا اعمل اي حاجه بمزاجي في اي وقت. يعني انا ما حدش يقيدني، ما حدش يحبسني، ما حدش عشان اقول رايي مثلا الاقي نفسي اترميت في معتقل ولا حاجه، لا، المفروض ان انا اقول رايي طالما انا ما بضركيش، طالما ما بخربش في البلد، ماشي، طالما ما باذيش حد، واخد بال حضرتك؟ ودي اللي الاسلام بيحث على انك اعمل ما يملي عليه ضميري في شغلي، في بيتي، في مع جيراني، مع ناسي، واخد بال حضرتك؟ مش الحريه بمفهومها السياسي، يعني انا بتكلم الحريه الانسانيه العاديه زي ما انا عايشه، براعي ربنا في نفسي وفي عيالي وفي شغلي اللي انا بعمله دلوقتي.